هل عيسى عليه الصلاة والسلام ورد أنه نبئ قبل سن الأربعين؟ الله أعلم. نعم. وهل ثبت أنه في آخر الزمان إذا نزل أنه يتزوج ويولد له؟ إلى حضرنا وشفنا علمناكم. في واحد سأل أحد التابعين قال له إبليس له ذرية وله زوجة؟ قال ذاك عرس ما حضرناه. نعم. هذه الأسئلة التافهة، ليش تسألونها؟